أحسن الله إليكم. طاجيم يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم التهنئة بيوم الجمعة كقولك جمعة مبارك مباركة، وكذلك خص يوم الجمعة بإرسال الرسائل من الجوال، وفي نهاية الرسالة يكتب جمعة مباركة وجزاكم الله خيرا؟ كل هذا لا أصل له، وهو من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وكل بدعة ضلالة. نعم.